مدينة الحسن المجتبى كنية اكتسبتها مدينة الحلة على الرغم من عدم مرور الإمام الحسن عليه السلام بها ذات يوم، ولم يكن له فيها مرقد أو مقام، فمن أين اكتسبت هذه الكنية؟ مدينة الحسن المجتبى كنية أطلقت على مدينة الحلة وتشرفت بها بصفة معنوية، كما كربلاء الحسين والنجف مدينة أمير المؤمنين وسامراء العسكريين وبغداد الكاظمية، فكذا مدينة الحلة. ولعل ارتباطها بهذا ناشئ من كرم أهلها واستقبالهم للضيف وحسن معاشرتهم، حيث كان لمحافظة بابل ومدينة الحلة مشاهد كثيرة في الكرم والجود ليس لها بداية ولا نهاية. الإمام الحسن عليه السلام معروف من خصاله الجود والكرم، حقيقة كان معروفا بجوده وكرمه، فهذه الصفة التي اتسم بها الإمام الحسن عليه السلام اتصفت بها مدينة الحلة حقيقة، والشواهد على ذلك كثيرة. الذين يأتون إلى زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام من المحافظات الجنوبية يأتون ويمرون بمدينة الحلة حقيقة، ويذهبون إلى كربلاء المقدسة، فيجدون حقيقة الكرم والجود والسخاء المقطع النظير. فهناك مناسبة حقيقة من جهة، من جهة أخرى حسب ما سمعت من بعض الثقات أن الذي أطلق عليها مدينة الإمام الحسن هو المرجع الديني الكبير السيد محسن الحكيم الذي هو متوفى سنة 1970 للميلاد، عندما مر في مدينة الحلة في سنة 1954 أو 55. لو استذكرنا حروب النظام السابق لوجدنا إن بابل احتضنت كثير من محافظات العراق المتضررة من تأثيرات تلك الحروب، ولو استعرضنا مسيرة الركب الحسيني المليوني في كل عام لوجدنا إن حصة الأسد من كرم الضيافة والاستقبال كان لبابل، وأما في هجرة ونزوح محافظات الوسط والشمال في عدوان داعش الإرهابي فكانت بابل ومدينة الحلة حاضرة في عيون كل من فتحت أبواب بيوتاتها لتأويهم وتشعرهم بدفء العائلة العراقية الوطنية الواحدة. الحلة هي مدينة الكرم، هي مدينة العلم، هي مدينة العلماء. الحلة تستقبل أول زائر يفد إلى الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعينية، وكذلك تودع آخر زائر يعود بعد الزيارة الأربعينية. سفرة الحلة تمتد من الطليعة وتنتهي بطويريج. هذه المدينة لكرم أهلها كنيت بكنية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. مشاهد وصور وأصالة وتجذر وطني أكسب المدينة هذه الكنية، إذ لا يعادل كرم الإمام الحسن عليه السلام سوى كرم أهل بابل والحلة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أزهار السلطاني، بابل.